بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صلاة الجمعة، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن يغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات. بارك الله فيكم. كلمة وتنبيه ورجاء واستفسار وتوضيح إلى أولياء التلاميذ. أولياء التلاميذ، أينما كنتم في جميع الولايات، بارك الله فيكم، أساتذة التعليم الابتدائي، المطالب اللي رفعناها لوزارة التربية تخدم أبنائكم وتخدم التلميذ قبل أن تخدم الأستاذ. من المطالب اللي طالبنا بها، أولا مراجعة المناهج التربوية، ومراجعة البرامج الدراسية، ومراجعة المنظومة التربوية. الدروس اللي يقراهم التلاميذ، البرامج قد أتعبت التلميذ وأتعبت الأمهات وأتعبت الأولياء في المراجعة. راكم تشوفوا أولياء التلاميذ الكتب، وراكم تشوفوا واش راهم يقراوا، وراكم تشوفوا هذه المناهج. أصبحت هذه المناهج لا تخدم المدرسة الابتدائية، لا تخدم التلميذ، لم ترفع بمستوى التربية والتعليم في الجزائر. هذا المناهج رام يجيبوها من الدول الغربية ويطبقوها على أبنائكم. علاه ما تكلموش؟ علاه ما توقفوش معنا ونكونوا يد واحدة؟ لذلك المطلب الأول اللي طالبنا به مراجعة المناهج التربوية، ومراجعة الكتب المدرسية، ومراجعة البرامج الدراسية، حتى تكون هناك برامج تخدم التلميذ وترفع المستوى. هذا المطلب شيء يخدم؟ يخدم التلميذ أولا، راح نحسن مستوى التلميذ، راح نرفع المدرسة الابتدائية ونرفع مستوى المدارس تاعنا ونرتق بها. لذلك هذا المطلب يخدم التلميذ أولا قبل أن يخدم الأستاذ. ثانيا، لما طالبنا بتخفيض الحجم الساعي، التلاميذ تاعنا راه ما عندهمش حتى وقت باه يلعبوا، ما عندوش حتى الوقت باه يمرح برا، راه يقرا صباح من 8 لحد 11 وربع ومن 1 للربعة، وهذا مخالف لما راه ينصوا عليه الخبراء وراهم ينصوا عليه المختصين في الاطفال عالميا. التلميذ اعطي له الوقت باه يقرا واعطي له الوقت باه يلعب. لذلك تخفيض الحجم الساعي يخدم التلميذ قبل ان يخدم الاستاذ. المحفظة الثقيلة هذه اثقلت كاهل التلميذ كذلك. المهم جميع المطالب اللي رفعناها تخدم التلميذ قبل أن تخدم التلميذ. كذلك المطلب المادي، بارك الله فيكم، رانا نخلصوا 31,000 دينار جزائري. هل تقبل الأستاذ هذا اللي راه يعلم لك وليدك، راه يعلمك في يتكلم، راه يعلمه البسملة، يعلمه الكلمات، يأخذ بيده ويعلمه الحروف، راه يعلمه كيف يتكلم مع والديه، يعلمه كيف يجلس، يعلمه كيف يلبس المعطف تاعو، يعلمه كيف يدخل للبيت، يعلمه الأدعية والأذكار. هذا الأستاذ اللي راه يعلم لك ابنك، وراه يسهر على تربيته قبل أن يسهر على تعليمه. هل تقبل أنه يتقاضى راتب 31,000 دينار جزائري، 3 ملايين وملا؟ يا خاوتي حتى الكرية مسكن، راهي زوج ملايين. اللي راهم متزوجين راني حاير فيهم، كرية راهي بزوج ملايين، يبقى له مليون. هل مليون يعيش بها أستاذ التعليم الابتدائي؟ لذلك أولياء التلاميذ، بارك الله فيكم، المطالب اللي رفعناها واللي أكدنا عليها واللي رانا واقفين وصامدين عليها تخدم أبنائكم أولا. لما يرتاح الأستاذ وتكون ظروف معيشية مناسبة ويكون مرتاح ماديا، شكون اللي يرتاح؟ يرتاح ابنك، راح يقدم له أكثر ويسعى على تربيته أكثر ويسعى على تعليمه أكثر. لذلك كلمتي إلى أولياء التلاميذ، جميع المطالب وجميع الأمور اللي طالبنا بها ورانا واقفين عليها تخدم الأبناء وتخدم التلاميذ قبل أن تخدم التلميذ. بارك الله فيكم، لازم توقفوا معنا وتساندونا. كذلك من جهة أخرى، لما قطعنا الاختبارات كاين مؤسسات تربوية ما قالوش للتلاميذ، ما قالوا لهمش اسكو الحد المقبل هذا كي يدخلوا اسكو يديروا امتحان اسكو ما يديروش امتحان، ما قالوا لهمش. أولياء التلاميذ راكم تلفين، راهي تلفت لهم، اسكو يراجعوا لأولادهم ما يراجعوا لهمش. مدراء ما قالوش للأبناء، الأساتذة راهم يقولوا ما نديروش اختبارات، كاين اللي قالوا نديروا. المهم التلميذ راه بيرتوربي، راه مضطرب، راه غير متاح. لذلك أولياء التلاميذ عندكم حق به توقفوا، وعندكم حق به تتكلموا، وعندكم حق به تساندونا وتوقفوا معانا. ما قالوا لهمش للتلاميذ هل هناك امتحانات أم ليس هناك امتحانات، هل نراجعوا لأبنائنا هم ما نراجعوا لهمش. حنا رانا مقاطعين ما كاش امتحانات. وصح الأساتذة اللي ما دخلوش معانا وخذلونا وقالوا باللي يديروا امتحان،
لما يشوفوا الابناء باللي اقسام اخرى ما داروش، وبعضهم داروا وبعضهم ما راجعوش، وكاين اللي راه يراجع، راه التلميذ راه بيغتيربي، راه يكون مضطرب، ما راحش يكون مرتاح. حتى واللي راجعوا، اللي قالوا لهم راجعوا راح نديروا لكم، ما راحش يراجع بصفه جديه، ما راحش يكون مرتاح. التلميذ راه مضطرب، راه بيغتيربي، لانه راه يسمع في وسائل الاجتماعي، راه يسمع من الاستاذ تاعو. لما يسمع باللي مشي استاذ يدير له اسئله، ومشي استاذ يحرصه، ومشي استاذ يصحح له، راح يضطرب، راح تنقص له العزيمه. كيف انا استاذي يقريني فصل كامل ومن بعد يجي استاذ اخر يدير لي اسئله؟ كيف استاذي انا اللي يقريني، مشي استاذي اللي يحرصني، مشي استاذي اللي يصحح لي الورقه؟ التلاميذ والابناء راح يضطربوا، راح يكونوا مضطربين وما يكونوش مرتاحين نفسيا. هذه نقطه، وهذه لازم توقفوا عليها اولياء التلاميذ، بارك الله فيكم. لازم تساندونا، لازم تجوا معنا في راي واحد. احنا غايتنا التلميذ وغايتنا المدرسه. لو كان تجتمعوا اولياء التلاميذ في جميع الولايات وتوقفوا موقف منصف، وتوقفوا موقف عقلاني، وتساندونا وتجوا معنا بكلمه واحده، ونديروا وقفه احتجاجيه تضامنيه اولياء التلاميذ مع اساتذه التعليم الابتدائي، وتشوف الوزاره باللي راكم واقفين معنا، راح نحلوا هذا المشكل جذريا. راح تشوف لنا الوزاره وراح تعلم باللي ان الامر كبر، واصبحت قضيه راي عام، راح نحلوا المشكل نهائيا. لذلك اولياء التلاميذ، ابنائكم راهم بيغتيربي، راهم مضطربين، راهم ما على بالهمش لا يراجعوا ولا ما يراجعوش، ما على بالهمش اسكو نهار الحد كاين امتحان، اسكو ما كاش. حتى واللي راجعوا واللي على بالهم بلي كاين، ما راحش يراجع بصفه جديه، وما راحش يكون مرتاح، وما راحش يكون جدي. علاه؟ لانه على باله بلي استاذه ما راحش يحرصه، على باله بلي استاذه ماشي اللي دار الاسئله، على باله بلي استاذه ما راحش يصحح الاوراق. لذلك اطلب من اولياء التلاميذ على 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 في جميع الولايات، لو كانت ساندونا وتجوا معنا بكلمه واحده، وتوقفوا معنا موقف رجولي، وتوقفوا معنا موقف منصف، راح نقضوا على هذا المشكل، وراح تشوف لنا الوزاره. وحنا في الاول وفي الاخر غايتنا وهمنا هو التلميذ، غايتنا الاسمى وهدفنا الاول والاخر هو التلميذ، ورفع مستوى التعليم في الجزائر والرقي بالمدرسه الابتدائيه. لذلك بارك الله فيكم اولياء التلاميذ، ما تسكتوش على هذا النقطه، لانه ما راحش يراجع التلميذ بصفه جديه، وراه مضطرب، وما على بالكمش اصلا اسكو كاين امتحانات يوم الاحد، ولا ما كاش. بارك الله فيكم، اوقفوا معنا وكونوا معنا منصفين، وروحوا معنا على كلمة واحدة، لأن غايتنا هي أبنائكم، وغايتنا هو التلميذ، وغايتنا هو المدرسة الابتدائية. لو كان توقفوا معنا موقف منصف، وتجوا معنا على كلمة واحدة، ونديروا وقفة احتجاجية واحدة أولياء التلاميذ تضامنا مع أساتذة التعليم الابتدائي، راح نحلوا المشكل نهائيا. إن شاء الله تكون هذه الكلمة كلمة مسموعة عند أولياء التلاميذ، ودقوا فيها وراعوها مليح. جميع المطالب وجميع ما نسعى إليه يخدم التلميذ أولا قبل أن يخدم الأستاذ. بارك الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.